بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تداول صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها حساب ينتحل شخصية الداعية الإسلامي زاكر نايك حديثا مقطع فيديو ادعى نشروه أنه لمجموعة أشخاص اعتنقوا الإسلام بعد وصولهم إلى قطر وقبل ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم. تحقق من الادعاء المتداول وجد أنه مضلل، إذ أن مقطع الفيديو قديم ومنشور على موقع يوتيوب بتاريخ 11 مارس آذار عام 2018 على أنه لأشخاص فلبينيين اعتنقوا الإسلام في مجمع تشالنجر بمنطقة الشحانية في قطر حينها. من الموقع الجغرافي للمقطع تم البحث عن صور للمكان بواسطة خرائط جوجل ومقارنته بمقاطع فيديو على موقع يوتيوب، وجد تطابقا في أرقام المباني وأشكالها وألوان أبوابها إضافة إلى شكل ولون مرمى الملعب، ما يؤكد أن المقطع صور في قطر قديما. وبالبحث تم التوصل إلى مقاطع فيديو أخرى مشابهة منشورة على صفحة في موقع فيسبوك تحمل اسم مركز ضيوف قطر للتعريف بالإسلام ومرفقة بتعليقات تفيد بأن المشاهد لأشخاص من جنسيات مختلفة اعتنقوا الإسلام بعد محاضرات ألقاها دعاة دين يتبعون للمركز. ويظهر في معظم مقاطع الفيديو نفس الداعية. ويأتي تداول الادعاء بعد أن ذكرت وسائل إعلام عربية أن الداعية الإسلامي الهندي زاكر نايك وصل إلى قطر حديثا خلال استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 والتي ستبدأ اليوم 20 نوفمبر تشرين الثاني الجاري في حدث يقام للمرة الأولى في دولة عربية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد زكي.